احكي يا الراوي احكي حكاية مدى بيك تكون رواية، احكي لي على ناس زمان، احكي لي على الف ليلة وليلة وعلى لون جبنة الغولة وعلى وليد السلطان. حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد من هاد الدنيا، حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلب حكاية. قالوا ناس زمان أن أحجي أن يحكوها في كل لما تلقى صغير يخمم في خدمة والكبير في عقل مية كلمة عن تراث جدادنا وحكايات زماننا تحجيها الجد الحمد في كل قاعدة. عزيزك ما جيتك عندي جي أول شهر ويموت في آخره. عمدان لا سوار زدي خامي إنسان أقغال ريح لا شهرية مفتش زي تفكر زي قربين الجواب راهو بالسماء كسوف لا سحاب زي تفكر ملي نو هلال هكي قريبة نجوم قولوا ما نعرفوش. عزيزك ما جيتك حجيت ما جيتك والجواب هو القمر. حجيتك ما جيتك اللي يبكي بلا عينين ويمشي بلا رجلين. الماء لا البحر زيت خامة عينين اكي غالطة الواد لا هنفية زيت فكر ساقية غالط وين تكون؟ تكون في السماء مطر أقربت سحاب صح حاجيت ما جيتك والجواب هو سحاب. حاجيتك ما جيتك جسمها كي لونها نفرخة لا صوف لا شير زيت فكر البركة لا عجين زيت خمم نار أكغلط صابون كل ما نعرفوش. حاجيتك ما جيتك والجواب هو البيضة. حاجيتك ما جيتك على كمشة المرجان متفرقة بين الجبال ما يلقاها إلا زعيم في الرجال. وهذه حجيتنا الجمهور على سميتها نختم هذا المنصور والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد السامعين والحضور. احكي يا الراوي احكي حكاية مدى بيك تكون رواية، حكي لي على ناس زمان، حكي لي على الف ليلة وليلة وعلى لون جبنة الغولة وعلى وليد السلطان. حاجيتك ما جيتك
ودينا بعيد من هذه الدنيا حاجيتها ما جيتها.